لا، هدفي من هذا الكود اني اطلع فانكشن تطلع مربع الرقم. طبعا هي اشي بسيط جدا. فكل اللي راح اعمله الان راح اخذ، انا اخذت ارقام من 0 الى 10 او حتى من 1 ل 10. فعندي 1 2 3، انا ما اخذ من 0 مظبوط، ما اخذ من 0 هون صح، من 0 ل 10 اخذت الارقام. هلا راح تشوفوا ليش انا حطيت هدول، خليني حتى اشيلهم الان، راح اشيلهم في البدايه وبعدين راح نرد نحطهم مره ثانيه. فراح اشيل هدول من هون، هاي هذه عندي بي مظبوط، هو سنجل انبوت سنجل اوتبوت، بس ما راح ينحل اذا خليته بدون هيدن لايرز مظبوط، مش راح يقدر يحلها بدون لانه بدون هيدن لايرز مش راح يعمل لي غير لينير فانكشن، راح يضربه في رقم يضربه ما راح يربه. وراح اخذ هون كمان نفس الشيء، راح اشيل هاي هون عندي التارجت داتا، راح اشيل هاي الداتا اللي هون، بعدين راح اشرح لكم ليش انا كنت حاططها. اذا انا جهزت الداتا، كان ايش بامكاني كمان اجهز الداتا هاي باي طريقه؟ وين احطها؟ في الورك سبيس. كان بامكاني اروح على الورك سبيس واطبعها، احط بارامتر جديد اسمه كابيتال بي واطبع في السبريد شيت سيلز احطهم، او اعمل له امبورت من السبريد شيت واعمل له كات اند بيست، والتي نفس الشيء التارجت. فاحنا عمالنا نقول واضح انه هدول في بينهم علاقه 1 تو 1، 0 بده يعطيني 0، 1 بده يعطيني 1، 2 4 3 9 الى اخره لحد ما اوصل 10 100. ولازم تكون طبعا الدايمنشنز تبعت التو ماتريسز هدول متساويه. هلا في عندنا انستراكشن اسمه ماينت. هلا بدون ما ندخل بتفاصيل الاوبجكت اورينتد بروجرامينج، في عندنا شيء اسمه كلاس. كلاس هي نوع من انواع الاوبجكتس. الاوبجكت اورينتد بروجرامينج بيحكي عن اوبجكتس، بنبطل نحكي عن فاريبلز او داتا، بحكي عن كلاس. والكلاس هذا في كلاس في الماتلاب اسمه نت، اللي هو نيورال نت، هاي الكلاس. هلا بعمل انستنس من الكلاس سميته انا ماي نت، يعني فاريبل الكلاس تبعته ايش هي؟ نت. وهذا الماي نت هو انستنس، زي ما اقول مثلا بوي، بوي هي عباره عن كلاس. كريم از ان انستنس اوف بوي، اذا هو باخذ كل الخصائص اللي انا محددها لاي كلاس، كلاس بوي. ماشي واضح لهذا؟ بدال ما انا اضل كل مره ارد اعرف مره ثانيه الكلاس وايش واعرف هذا، بالنسبه لكريم اعرف هذا، في عندي هون ريوزابيلتي. فممكن اعمل كمان قيس وكمان مثلا محمد وكمان احمد، هذول كلهم انستنسز اوف كلاس بوي. اوكي، نفس الشيء انا لما بعرف هلا ماي نت هي صارت انستنس انا سميتها ماي نت، ممكن اسميها هيز نت الى اخره، دول كلهم انستنسز. فلما بعرفها عرفتها من هون، فانا عرفت هلا ماي نت هي انستنس من كلاس نت، وعرفتها على نيو اف اف، انا مش متاكد اف اف ستاند، هلا بنشوف. وفي عندي بعدين مجموعه بارامترز، البارامترز هاي بتقول انه هذا الانبوت تبعته هي بي، بي عباره عن اري، فهذه فيكتور مش سكيلر هون او اري تي. بعدين راح احدد هون انه عندي 10 نيورونز في 1 هيدن لاير. هلا لو اني حطيت بي تي وحطيت 3 5 4 معناها عندي 1 2 3 3 هيدن لايرز. اول هيدن لاير في 3 نيورونز، الثاني في 5، والثالث في 4. وطبعا معروف انه في اوتبوت نيورون او اوتبوت لاير عشان الاوتبوت، انا عارف عدد الاوتبوت. كيف هو عرف عدد الاوتبوت؟ واضح عدد الاوتبوت هدول، لانه هذه هون الها 1 رو، فعدد الانبوتس 1 وعدد الاوتبوتس 1 مظبوط. اوكي، لو كانت بي مثلا كانت عرفناها 0 مثلا سيمي كولون 1 وكملنا، بتصير هذه 2 روز باي 10 كولومز او 11 كولومز. بس هون واضح انه عدد الانبوتس 1، عدد الاوتبوتس 1. هون عندي 1 هيدن لاير، وهذا الهيدن لاير في 10 نيورونز. ليش 10 مش 5؟ هلا رح تصير انت تجرب بالتدريب وتشوف مين الاحسن اللي نستعمله للتدريب. هلا لكل اوبجكت في له اتريبيوتس، في ميثودز بشتغلها عليه. ميثود يعني على اوبجكت، يعني بعمل عمليه معينه على اوبجكت. ففي انستراكشنز معينه بتغير، يعني هذا البوي مثلا ايش ممكن اعمل على البوي مثلا؟ تيتش. اوكي؟ تيتش هي ميثود على البوي. فاذا قلت انا teach كريم مثلا، الاوتبوت راح يتغير كريم ويصير متعلم. اوكي، نفس الشيء هون في عندنا ميثودز، والميثود هذا مثلا هون ترين،
مش ترين راح يتغير نت ماي نت وراح تغير البارامترز اللي موجوده فيه، بس ترين ما بتشتغل على شيء ثاني، ما بتشتغل على اوبجكت ثاني، ترين خصوصي للكلاس نت. وبعدين في عندنا اتريبيوت مثلا ماي نت دوت، اخذته هذه النوتيشن انه عندي دوت وبعدين فيريبل اسم بعدين دوت. لا طيب ماي نت فيها فيريبل كبير ايش اسمه؟ ترينينج بارامترز. ميك سنس مش هيك؟ منطقي. يعني نقول انه ماي نت في له ترينينج بارامترز، والترينينج بارامترز هذول واحد من هذول الترينينج بارامترز ايش هو؟ عدد الايبوكس، وعدد الايبوكس انا محدده. فلما بعمل ماي نت دوت ترينينج بارامترز دوت ايبوك معناها روح على الاوبجكت اللي اسمه ماي نت، الكلاس تبعته لازم تكون، ولا مش راح تشتغل، راح يعطيك خطا، راح يقول لك هذا ما في، هذا مش من الكلاس اللي فيها ترينينج بارامترز. ويفتش بعدين في هذا الاوبجكت، هذا الانستنس ذا الكلاس في ترينينج بارامتر، وهذول انخلقوا مباشره او انوجدوا اول ما قلت انه هذا الماي نت بده يكون انستنس اوف كلاس نت. فلما صار هو انستنس اوف كلاس نت اخذ ترينينج بارامتر، وتحت الترينينج بارامتر في اي بوكس وجولز وليرنينج ريت وفي اشياء ثانيه، بس انا بيهموني هذول الثلاثه. فهذول بقدر اغيرهم واحد واحد، وهي غيرناهم. يجينا قلنا ماي نت، هاي على فكره هي مش ايكول، هذه اساين. إذا بدنا نرسمها مضبوط نكتبها مضبوط assign، يعني assign the value of 10,000 to the number of epochs اللي هو maximum number of epochs اللي راح يعملها training. هون راح يوقف على فكرة. يعني وهذا it's good practice إنك تعمله، يعني بتقول إذا ما تعلم ما وصل الجول الايرور بعد 10,000 epochs stop، بس إذا وصل هذا learning error قبل 10,000 epoch كمان stop. أوكي؟ whichever comes first، يا بتخلص 10,000 ايبوك يا بتعلم وبوصل الليفل اللي موجود هون. ماشي واضحه هاي؟ واضحين هذول؟ اذا احنا عملنا instance of class net اسمه MyNet. MyNet هو neural network له كل الخصائص اللي معرفه في الماتلاب، حتى انت في البرمجه المتقدمه بامكانك انت تعرف كلاسز جديده، انت تعمل كلاس جديد وتعرفها وتعطيها خصائص، وهذا بسهل عليك لما تيجي انت مره ثانيه تشتغل او زميلك بيشتغل بتقول له في كلاس جديده انا عرفتها لها هاي الخصائص بامكانك تستعملها. ماي نت عرفنا عدد الايبوكس، طبعا عرفنا هون النت في اشياء ثانيه بتختص في الليرنينج فانكشن والسيجمويد وكل الاشياء الثانيه موجوده، هذه اوبشن وكان كيف ممكن نعرف عنها؟ شو بنعمل؟ هيلب نيو اف اف، اذا عملنا هيلب نيو اف اف راح يعطيني كل التفاصيل هذه من هون. طبعا انا مش حاطط هون كومنتس اللي هو خطا، المفروض اضيف الكومنتس هناك بحيث اني اشرح كل عمليه ايش عملنا. عرفنا النتورك، حطينا البارامترز تبعت التعلم، عملنا له تريننج، عملنا تريننج، هذه ايش ميثود؟ ميثود بتشتغل على مين؟ على ماي نت. ماي نت اللي هي انستنس من ايش؟ من اي كلاس؟ نت. قلنا له درب هذا في بي وتي، هلا في شغله بيعملها اوتوماتيكيا، بقسم الداتا 60% 20% 20%، 60% لايش؟ للتريننج، 20% للفاليديشن بتساعده بالكونفرجنس، و20% بفحص الداتا بشوف انه هذا هو تعلم ولا ما تعلم، ولذلك رح تشوفوا بعدين انا ضفت هدول. لانه المشكله وجدتها انه هو بيقسم ال11 هدول 60% بتدرب عليهم، لما يجي يفحص ال20 الثانيين ما ببين مضبوط، فبدي داتا اكثر كان المفروض لو بدي ادربه مضبوط، هلا رح تشوفوا اثرها وايش بصير. بعدين سم ايش هي؟ ميثود ولا اتريبيوت؟ ميثود، على مين بتشتغل؟ على ماي نت اللي هي انستنس اوف كلاس نت، وفي بارامتر لازم اعطيه انه هو بي. ايش يعني عمالي بقول له؟ عمالي بقول له اعمل سيميليشن او دخل الانبوت بي على النت ماي نت وطلع لي الاوتبوت اللي هو ايش؟ هذا بعطيني واي ايش؟ اكشوال. وين واي تارجت؟ طب بي هون سكيلر ولا فيكتور؟ اي بي راح يستخدم منهم؟ كلها. خلص بي احنا حطيناه هي عباره عن اري مضبوط. لما بقول بي، لو اني قلت بي 1 يمكن يعطيني واي 1، لو اني قلت بي 2 بي اوف 1 بي اوف 2. فهون عملنا هاي طلعت معي واي، هلا بنعمل بلوت. ايش البلوت هذا بيعمل؟ خدتوه في الماتلاب هذا مش هيك؟ خدتوه في الكونترول. بلوت بيعمل بلوتنج لبي مع تي، واذا ما حددت شيء هون، اذا ما حددت هذه راح يعطيني خط. اوكي؟ بس انا ايش حددت هون؟ الشكل بدي اياه لكل نقطه يعطيني بلس. فهذه هون تعطيني بلس، وممكن اغير اللون. كانك تغير لون، اذا حطيت اظن ار او بي او كي بغير لون. بعدين بدي كمان سيريز على نفس الجراف يعملها. الثاني اللي هي بي مع واي، فهذا راح يقارن لي ايش مع ايش.
يقارن التارجت مع الاكشوال، يفرجيني التارجت مع الاكشوال، وهذا راح احط له دائره. راح اعمل بوز بعدين لانه بدي اشوف بعدين انه ايش اتعلم على داتا جديده. شوفوا انا ايش اعطيته، اعطيته داتا جديده هو مش شايفها ايش هي. 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 11 و13 راح تشوف انه ضعيف في ال 11 و13 قد ما تدربوا تدربوا. في فيلير هون بالسيستم، يعني هذا النتورك ضعيف انه يتعلم اشياء برا الرينج، بتعلم اشياء جوا الرينج مضبوطه، بس ما بيعرف يعمل اكسترابوليشن، بيعمل انتربوليشن بشكل كويس. هلا يمكن يكون هذا النتورك فاشل يعني مش صحيح، بس انا بس الهدف منه تشوفوا الفكره تبعته. خلينا نعمل له رن الان، رح نعمل له رن. هلا المشكله تذكروا انه هو الديفايدنج عم بيعمل 0.6.2.2، ولذلك رح تشوفوا في نقاط هو ما بتعلم، ما بيدرب السيستم عليها، بيدربهم على النقاط هذيك وبترك هدول النقاط. هلا اللي بتشوفوه قبل هاي، خلينا نطلع على هذه هون، هذه مباشره بس اعمل ترين بفتح هذا الانترفيس. اوكي الانترفيس هذا راح يفرجيك البروجرس، فبرجيك كم ايبوك. هلا هو بعد ما عمل 5 ايتريشنز، بعرفش هدول 5 ايتريشنز ولا 5 ايبوكس، اظن عمل 5 ايبوكس هون، وصل هاي النقطه الزمن اللي مضى 1 سكند، وبعدين البرفورمنس تبعه فرجاني اظن قديش صار البرفورمنس، وفي شيء بحسبه هو الجريدينت، الجريدينت تبع الايرور قديش عماله بتغير الايرور. كل شيء بيختلف لانه في راندومنس، الراندومنس اظن انه بيعمل الدبليوز بيعملهم راندوم في البدايه، ما حكيناش عن الراندوم سامبلينج، راح احكي عن الراندوم سامبلينج. هلا ليش اضل اعمل راندومنس؟ هذا جيد لانه مرات انا ممكن في حل معين في اذا ضليت استعمل نفس الفاليوز ممكن اضل انحشر في لوكال مينيم. الاحسن دائما اعمل راندوم كل مره. هلا هون اذا بنطلع، خلينا اول شيء اشوف البرفورمانس. البرفورمانس بفرجيني كيف الايرور عماله بينزل، اللي هو اظن الخط الازرق نزل تحت 10 تو ذا ماينس 10 فوق ايش عفوا ترين، هو الترين اظن انه بعطيني الاوتبوت ايرور اظن، لانه بدي فاليديشن تيست بس تو جول. اوكي هو وعماله بيعمل تريننج بعدين بفحص الفاليوز الثانيه. خلينا نطلع على هذا، هذا بعطيني ريجريشن. ايش يعني ريجريشن؟ هلا هذا هون ببين المشكله اللي حكيت لكم عنها، انه انا ما اعطيته الداتا هو قرر يقسمها، ففي داتا ما حطها على جنب. اللي تدرب عليها تدرب عليها ممتاز، هاي ايش بتفرجيني عن هذا العلاقه بين ايش وايش؟ بين الداتا اللي قرر اللي هي 60% اللي قرر يعملها تريننج عليها تريننج تعلمها 100% عشان هيك هو وقف، بس شو اخذ 40% من الداتا؟ حطها فاليديشن وحطها تيستينج، فالتيستينج مش سيء حتى التيستينج هون. هلا السبب انه انا الداتا عندي قليله، فانا شو قررت اعمل؟ قررت اعيد الداتا، اعطيه داتا اكثر، يعني نفس الداتا كررتها. هلا هو اذا اختار 60% الا يختار جزء من كل الفاليوز اللي موجوده، لانه هلا بتشوفوا الاداء تبعه سيء لما نطلع في داتا هو استثناها لانه حطها للتريننج والفاليديشن. وهلا بنشوفها هون اظن اذا بعمل الان احنا لازم نرجع لهذيك حتى تشوفوا هذيك، خلينا ارجع لهذيك مره ثانيه اعيدها حتى تشوفوا الاولى. هلا اذا بتطلع هون واضح الداتا اللي استثناها، شايفين النقاط اللي استثناهم اللي تدرب عليهم اجوا 100%، شايفين في البلس ساين والدائره، البلس ساين جاي جوا الدائره الا في واحد اثنين تقريبا ثلاثه اربعه اللي هو استثناهم للفاليديشن والهاي. هاي المشكله عندي هون، انا الداتا عندي قليله، فانا شو بعمل الان؟ راح اجبره لاني لما بنروح هلا على الخطه اللي بعدها، شايف واضح هدول الفاليوز اللي انا ما فرجيته اياهم. هلا ال 11 وال 13 سيئين لانه هاي القيم الصحيحه اظن ال 11 عفوا هاي القيم الصحيحه وهاي القيم اللي هو طلعها. 11 المفروض تكون مربعها 121 و13 169، عماله بعطيني فاليوز سيئه هون، وحتى هدول مش كثير مش. فاللي راح اعمله الان راح اوسع البي بحيث اني اكررها اربع مرات، وراح اوسع التي بحيث اني اكررها اربع مرات. هلا هذه يمكن في نوع من التشيتنج، عم بعيد انا الداتا نفسها بحيث اني اجبره ما ياخذش بريد، بعدين انا راح افحص، انا راح اشوف، فراح ناخذ هاي هلا نعيدها اربع مرات، فراح بس اكبر الماتريكس. اكبر ممكن 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 جربيها. ها هي انا بدي منك ايش اسمك؟ هي ورطتي حالك، جربيها وانت تشوفي. انت تشوفي. ما هو يعني انا حابب اعملكم هيك لانه هاي بتصير ممله، المحاضره ممله مزبوط؟
انت واقف قدام ناس ثلاثه منهم مثلا مهتم وعم بيشتغل، انا عارف بيتكم مهتمين، بس مهتمين بس ما حركهم هذا الاهتمام انكم ايش تعملوا؟ انك تروح تتحرك وتشتغل، يعني اتس فيري بورينج. فيري بورينج اوقف هون، يعني انا بحب اتفاعل مع الطلاب بهذا. هلا مثلا في ناس بكون زهقان، في ناس عنده مشاكل، ما بعرفش، انا ما بتدخل بحياتكم الشخصيه، بس يعني اتس نايس انه يكون في تفاعل. مزبوط. طيب هي قديش صار عندي هلا؟ هي اربعه، ناخذ كمان اربعه من هون. في نوع من التشيتنج، بس زي ما حكت الطالب اللي هون انه ممكن احنا نزيد الرينج مثلا. فكره جيده، ممكن ازيده مثلا بدل ما اعمل 10 خلينا اعمل 100، الارقام من 0 ل 100 مثلا، ونشوف اذا وقتها هون حتى لو استثنى بعضهم. اوكي هي مفروض صار عندي هاي مضبوطه الدايمنشنز تبعتها، خلينا نجرب الان. اوكي هي ما استثناش حد منهم، هلا هو استثنى حد منهم، بس حتى اللي استثناهم صعب انه يجيب اللي استثناهم كانوا نفس القيمه، فتعلم عليهم كلهم. هلا التريننج ما بيعني انه جيد النتورك، ليش؟ بدنا نشوف هلا يفحصوا على الداتا. هلا بفحصوا على الداتا اللي عندي، شوفوا وين اداؤه جيد في الفاليوز اللي انت ان بتوين، اداؤه ممتاز. يعني هلا انا فرجيته 1.5، هو عمره ما شاف ال 1.5، بس اعطاني 1.5، اعطاني تقريبا الرقم الصحيح لها، وكمان 2.5 3.5 4.5 و5.5، بس لما جيت على 11 و13 عم بعطيه بقيم. حتى هون في مشكله فيه، لانه شو عمل؟ اعطاهم نفس القيمه ال 11 و13 واللي هو غلط سيء. هلا فكروا انتم هلا بطريقه معينه كيف ممكن تحل. نعم، بس حتى لو شلنا الليمت تبعت الاي بوك، لو خليناه انه مفتوح بيرجع بصير يعمل، ما راح يعمل كمان، لانه انت شوف، لا هو تعلم، هو تعلم، يعني انت تطلع عليه. كيف نعرف انه تعلم بشكل كويس؟ تطلع افرجيك الريجريشن تبعه، تطلع على الريجريشن، الريجريشن بيرفكت. بس هو تعلم، بس ات هازنت جنرالايزد، هاي المشكله. وانا ما بفيدنيش يتعلم، انا اتعلم، انا بحط عندي ميموري هائله، عندي بلاوي ميموري، بخزن اللي بدي اياه بحطه، انا ما استفدت منه، انا بدي اياه يفهم الباترنز اللي موجوده في الداتا ويصير يعمل جنرالايزيشن. اذا ما عمل هيك معناها اتس يوسلس نتورك. التست الصحيح تبعه مش هون، التست الصحيح تبعه يعمل يفهم الفيتشرز اللي موجوده. مثلا وجه، هل في فيتشرز معينه بالوجه انا مش قادر اعرفها اللي هي بتحدد هذا الوجه، بقدر اميز وجه الشخص الاول عن وجه الشخص الثاني؟ انا بعرف شو الفيتشرز هاي، بس عندي الصور وبعرف انه هذا الشخص هذا وهذا الشخص هذا، لو تغير هاي شكل الصوره شوي هل بيقدر يرد يرجع يعرف انه الفيتشرز هاي موجوده بهذا الوجه وانه هذا هو نفس الشخص؟ هاي هي الشطاره، هاي هي الصعبه، وهذا اللي انتم كنتوا تحاولوا تعالجوه بالمساله تبعتكم. كمان في كمان احنا عندنا تحدي، انه اذا حليت شيء بالنيورال نتورك بدي افرجي انه ما بنحل بسهوله بالطرق التقليديه، هذا هو التحدي الثاني. يعني في مساله مثلا محلوله عندي بقدر احلها بسهوله وبسرعه، بسهوله وبسرعه، هاي كمان الشيء الثاني، احيانا النتورك ممكن يكون اسرع انه يجي الجواب من الطرق التقليديه في الحل، الكونفشنال تكنيكس. دكتور، فينا كمان هون ناخذ من 0 ل 100 مثلا، نعمل راندوم بصير تمام تمام بصير كل هاي. هلا هون هذا المجال خصب لافكاركم، كيف انك تبدع وتفكر وتطلع افكار جديده من هون.